قسم الرياضيات بمدارسنا مدارس المنتزه الخاصة يرحب بكم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة فيديوهاتنا لمادة الرياضيات فرع الجبر. درسنا درس مقارنة وترتيب الأعداد النسبية، ومعاكم ميس نهى سعيد. هنبدأ مع بعض بتمثيل الأعداد النسبية على خط الأعداد. في بعض النقط لازم تبقى واضحة بالنسبة لنا. أول حاجة، كل عدد نسبي تمثله نقطة وحيدة على خط الأعداد. الأعداد النسبية المتساوية تمثلها جميعا نقطة واحدة على خط الأعداد، بمعنى التلت مش بيساوي 2/6. الاتنين لما اجي امثلهم على خط الأعداد هلاقي مكانهم ايه؟ واحد. خط الأعداد بتاعي اهو. طبعا احنا عارفين يمين الصفر الأعداد الايه؟ الموجبة، شطار. وشمال الصفر الأعداد السالبة. طيب الأعداد النسبية الموجبة تمثلها على خط الأعداد نقط تقع على يمين النقطة التي تمثل صفر، يبقى على يمين الصفر في أعداد نسبية ايه؟ موجبة. طيب والأعداد النسبية السالبة بيمثلها على خط الأعداد ايه؟ نقط تقع على يسار النقطة التي تمثل الصفر. يبقى أنا عندي في الصفر في المنتصف، يمينه الأعداد النسبية الموجبة ويساره الأعداد النسبية السالبة. تعالوا نشوف مع بعض كده. مثل على خط الأعداد كل من العددين النسبيين الآتيين. أول عدد 7/4. أول حاجة أعملها يا أولاد إن أنا أفكر 7/4 ده بيقع بين مين ومين. عشان أعرف بيقع بين مين ومين لازم الأول أعرف 7/4 ده بيساوي كام. 7/4 ده بيساوي 1/3/4. يبقى كده هو بيقع بين مين ومين؟ بين 1 و2. طب يلا بينا هرسم خط الأعداد بتاعي. تمام، هاجي عند الواحد وهكتب كام؟ شطار، 4/4. طب وعند الاتنين؟ 8/4. دي الأعداد الصحيحة ايه؟ بتاعتي. هحط بقى ما بينهم 5/4، 6/4، 7/4، وده العدد اللي هو عايزني ايه؟ أمثله. هاجي عنده وهعمل دايرة وهظللها. بتسمى ايه الدايرة دي يا ولاد؟ بتسمى دائرة مطموسة. طيب تعالوا ناخد عدد كمان، العدد -8/3. طيب -8/3 ده لازم اعرف هو بيساوي كام. شطار، سمع حد بيقول لي 2/2/3، يعني كده هو بيقع بين مين ومين؟ -2 و -3. ارسم خط الاعداد بتاعي. هاجي عند -2 وهكتب كام؟ -6/3. طب و-3؟ -9/3. طب ما بينهم؟ -7/3، -8/3. ده العدد اللي هو عايزني اعمل فيه ايه؟ امثله. هاجي عنده وهعمل دايرة وهظللها، وهتبقى دي النقطة اللي بتمثل ايه؟ العدد النسبي -8/3. شطار. المقارنة بين عددين نسبيين. عشان نقارن يا ولاد ما بين اي عددين نسبيين لازم يبقى في بالي بعض القواعد اللي انا بمشي عليها. اول قاعدة بيقولي اذا كان العددين مختلفين في الاشارة فان العدد الموجب اكبر من العدد السالب. يعني ايه الكلام ده يا ولاد؟ يعني انا عندي ربع و-5/6، مين الاكبر؟ حد هيقولي 5/6؟ لا طبعا غلط، اكيد العدد الموجب هو الاكبر، يبقى الربع اكبر من -5/ ايه؟ على 6. طيب رقم 2 بيقولي اذا كان العددان في صورة ا على ب ولهما نفس المقام الموجب فان العدد الذي له البسط الاكبر يكون هو الاكبر. طب تعالوا نشوف يعني ايه. 7/9 و5/9 مش الاتنين ليهم نفس المقام اللي هو كام؟ 9. طيب مين اكبر، 7 ولا 5؟ السبع. السبع اكبر من الخمسة، يبقى اني عدد نسبي اكبر؟ 7/9 اكبر من 5/9.
رقم 3 بيقولي إذا كان العددان في صورة ألف على ب ولهما نفس البسط الموجب، فإن العدد الذي له المقام الأصغر يكون هو الأكبر. طب تعالوا ناخد مثال، 2 على 5 أو 2 على 9، مين المتساوي يا ولاد؟ البسط، البسط إيه؟ متساوي. طيب البسط متساوي، هنزل تحت في المقام وهعكس، هنزل في المقام وهعكس، المقام الصغير هو الكبير. طيب 5 أكبر ولا 9؟ أكيد 9، الخمسة هي الصغيرة، بما أن 5 أصغر من 9 يبقى 2 على 5 أكبر من 2 على إيه؟ 9. رقم 4 بيقولي إذا كان العددان في صورة ألف على ب ومختلفين في البسط والمقام، نقوم بتوحيد المقام ثم نقارن بين البسطين الناتجين. طب تعالوا ناخد مثال، أول مثال بيقولي 2 على 3 و8 على 15، المقام مختلف والبسط مختلف. هبدأ أبص على المقام، ينفع 3 تبقى 15؟ اه. ازاي؟ هضربها ب5، يبقى انا هوحد الايه؟ المقام. طب لان 2 على 3 هتساوي كام يا ولاد؟ هتساوي 10 على 15، ما انا ضربت 2 في 5 بكام؟ ب10، 3 في 5 بكام؟ ب15. طب 10 على 15 دي ايه علاقتها بال8 على 15؟ اكبر، ال10 على 15 اكبر من 8 على 15، يبقى 2 على 3 هو الايه؟ الاكبر. طب تعالوا ناخد مثال كمان، 2 على 3 و3 على 5، لا البسط بيساوي البسط ولا المقام بيساوي المقام، ايه الحل؟ هعمل مقص، هعمل مقص، هضرب الخمسة في 2 والتلاتة في ايه؟ في 3. يلا كده مع بعض، 2 في 5 بيساوي كام يا ولاد؟ 10. 3 في 3 بيساوي كام؟ بيساوي 9. طب مين اكبر، 10 ولا 9؟ العشرة اكبر من 9، يبقى مين كده الأكبر؟ شطار، ال2 على 3 أكبر من 3 على 5. ناخد مع بعض السؤال ده، أكمل ما يأتي مستخدما أكبر أو يساوي أو أصغر. رقم 1 2 على 6 و2 على 3، عندي طريقتين أحل بيهم السؤال ده. أول طريقة، 2 على 6 لما بسطها هتساوي 1 على 3، مين الأكبر؟ المقام بيساوي المقام، الاتنين أكبر من الواحد، يبقى 2 على 3 هي اللي أكبر من 2 على 6. الطريقة التانية، البسط بيساوي البسط، يبقى هقارن ايه؟ المقامات، مين الصغير؟ 3، يبقى المقام الصغير هو الايه؟ العدد النسبي الأكبر، يبقى 2 على 3 أكبر من 2 على ايه؟ على 6. طيب تعالوا ناخد سؤال كمان، سالب 3 على 4 وسالب 2 على 4، أنا عندي المقام بيساوي المقام، يبقى مين الكبير؟ في السوالب دايما الصغير هو الايه؟ الأكبر، يبقى سالب 2 على 4 أكبر من سالب 3 على 4. رقم 3، 1 على 5 و1 على 6، البسط بيساوي البسط، يبقى هنزل المقام الصغير هو الكبير، شطار، يبقى 1 على 5 أكبر من 1 على ايه؟ على 6. رقم 4، انا عندي 3 على 6 و2 على ايه؟ على 6، عشان اشتغلها هعمل ايه؟ شطار، هعمل مقص، هعمل مقص، هضرب 6 في 2 و3 في ايه؟ في 3، 6 في 2 بكام؟ ب12، 3 في 3 ب9. طب مين الكبير؟ ال12 ولا 9؟ ال12 اكبر من 9 طبعا، يبقى اني عدد نسبي الاكبر؟ 2 على 3 اكبر من 3 على 6. رقم 5، 4 على 10 و14 على 35. طب انا عشان اقارن ما بينهم، البسط مش بيساوي البسط ولا المقام بيساوي المقام، ممكن اعمل مقص بس هيبقى الرقم كبير، وممكن ايه؟ ابسطهم، لان الاتنين مش في ابسط صورة. لو جيت ابسط 4 على 10 هقسم بسط ومقام على الاتنين، هتساوي كام يا ولاد؟ 2 على 5. وهبسط 14 على 35 هقسم بسط ومقام على 7، يبقى هتساوي 2 على 5. طب ما الاتنين متساويين، يبقى ال2 على 5 بتساوي 2 على 5، تمام. طب يبقى ارجع بقى للاصل، 4 على 10 بتساوي 14 على 5 و30. رقم 6، القيمة المطلقة لسالب 10 على 15، القيمة المطلقة دائما ايه يا ولاد؟ موجبة، يبقى هتساوي 10 على 15. طب ما تيجي نحطها في ابسط صورة، فابسط صورة هقسم بسط ومقام على كام؟ على 5، يبقى هتساوي كام؟ 2 على 3. طب ما هي بتساوي
يبقى انا هكتب ايه القيمة المطلقة لعشرة على خمستاشر بتساوي اتنين على ايه تلاتة. كثافة الأعداد النسبية، يعني ايه كثافة الأعداد النسبية يا ولاد؟ قال لي لأي عددين نسبيين مختلفين يوجد عدد لا نهائي من الأعداد النسبية المحصورة بينها. طيب بتسأل في كثافة الأعداد النسبية ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض المثال ده. بيقولي اوجد أربع أعداد نسبية تقع بين تلت ونص. أول حاجة أعملها في المسائل اللي زي دي أوحد المقامات. أوحد ايه يا ولاد؟ المقامات. طيب تلت ونص، اتنين تنفع تبقى تلاتة؟ لا. تلاتة تنفع تبقى اتنين؟ لا. يبقى هضربهم في بعض، هعمل مقص. العدد النسبي اللي مقامه تلاتة هضرب بسطه ومقامه في اتنين. بصوا معايا كده، واحد على التلاتة هضرب بسطه ومقامه في اتنين، فيبقى واحد في اتنين بيساوي ايه؟ اتنين على اتنين، وتلاتة في اتنين بتساوي ستة، يبقى التلت بيساوي اتنين على ايه؟ على ستة. طيب والنص هعمل فيه ايه؟ هضرب بسط ومقام في تلاتة، يبقى واحد في تلاتة بتلاتة، واتنين في تلاتة بستة. طيب اصبح العددين اللي عندي ايه يا ولاد؟ اتنين على الستة وتلاتة على الستة. هو عايز ايه؟ عايز اربع اعداد نسبية تقع ما بين التلت والنص، يعني تقع ما بين اتنين على الستة وتلاتة على الستة. عايز اربع اعداد، هضرب حدي العددين في خمسة، بسط وايه ومقام. هقول اتنين على الستة بتساوي اتنين في خمسة بعشرة، ستة في خمسة بتلاتين، وتلاتة على الستة هضرب برضو بسط ومقام في ايه؟ في خمسة، يبقى تلاتة في خمسة بخمستاشر، وستة في خمسة بتلاتين. كده عندي أربع أعداد نسبية ما بين عشرة على التلاتين وخمستاشر على التلاتين. يبقى الأربعة أعداد النسبية التي تقع بين تلت ونص هي ايه يا شباب؟ هي حداشر على التلاتين، واتناشر على التلاتين، وتلاتاشر على التلاتين، واربعتاشر على التلاتين. ناخد مثال كمان مع بعض. بيقولي اوجد اربع اعداد نسبية تقع بين تلاتة على الاتنين وتلاتة على الاربعة بحيث يكون واحد منهم صحيح. اتفقنا اول حاجة بنعملها ايه؟ شطار، توحيد المقامات. طب انا عندي تلاتة على الاتنين وتلاتة على الاربعة، هوحد المقام ازاي؟ هضرب في بعض، هعمل مقص. هضرب تلاتة على الاتنين في اربعة بسط ومقام، فتبقى تلاتة في اربعة باتناشر، واتنين في اربعة بتمانية، يبقى تلاتة على الاتنين هتساوي ايه؟ اتناشر على التمانية. طب وتلاتة على الاربعة هضرب بسط ومقام في كام؟ في اتنين، فيبقى تلاتة في اتنين بستة، واربعة في اتنين بتمانية. طيب اقدر الاقي اعداد ما بينهم؟ اه اكيد. الاربع اعداد النسبية اللي بتقع ما بين ستة على التمانية واتناشر على التمانية هي ايه؟ سبعة على التمانية، وايه كمان؟ تمانية على التمانية، وايه كمان؟ تسعة على التمانية، وايه كمان؟ عشرة على التمانية، وممكن اقول كمان ايه؟ حداشر على التمانية، واشيل واحد من ايه؟ من دول. بس هو عايز واحد منهم يكون عدد صحيح. طب ما تمانية على التمانية بتساوي ايه؟ واحد، والواحد ده ايه يا شباب؟ عدد صحيح. سؤال كمان، اوجد اربع اعداد نسبية تقع بين سالب اربعة على التسعة وسالب خمسة على الستة. اتفقنا اول حاجة بنعملها ايه؟ شطار، بنوحد المقامات الاول. طب عشان اوحد المقامات ما بين سالب اربعة على التسعة وسالب خمسة على الستة، هل الستة ينفع تبقى تسعة؟ لا. ولا التسعة تنفع تبقى ستة. يبقى هعمل ايه؟ هعمل مقص. هضرب سالب اربعة على التسعة بسط ومقام في ستة، هيبقى سالب اربعة في ستة بسالب اربعة وعشرين، وتسعة في ستة بكام؟ باربعة وخمسين. وهضرب سالب خمسة على ستة في تسعة بسط ومقام، فهتبقى سالب خمسة واربعين على اربعة وخمسين. يبقى عشان اجيب اربع اعداد نسبية تقع بين سالب اربعة وعشرين على اربعة وخمسين وسالب خمسة واربعين على اربعة وخمسين، هختار اي اربع اعداد بداية من سالب خمسة وعشرين على أربعة وخمسين، وحتى سالب أربعة وأربعين على أربعة وإيه وخمسين. أي أربع أعداد هتعتبر إجابتك إيه؟ صح. طيب يلا بينا. الأربع أعداد النسبية التي تقع بين سالب أربعة على التسعة وسالب خمسة على الستة هي، أنا بقى هكتب سالب خمسة وعشرين على أربعة وخمسين، سالب تلاتة وتلاتين على أربعة وخمسين،
سالب 39 على 54 سالب 44 على 54. وزي ما قلت لك ممكن تكتب أو تكتبي أي أربع أعداد تانيين. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو بتاعنا، وأرجو أنكم تكونوا استفدتوا، وأراكم في فيديوهات قادمة بإذن الله.